التعاون كنا نتكلم عنه تعال شوف مباريات التعاون الجاية عشان بعض الناس يتكلمون جدول الدوري وجدول الدوري ما أدري وظلمنا فيه ودخل شوف التعاون مباريات الجاية عشان تعرف التعاون اللي مفروض يتكلم مش أي أحد يسكت أي أحد يسكت التعاون الوحيد اللي حق اللي يتكلم يلعب مع النصر شوف المباريات الجاية شوف اليوم لاعب مع مين الهلال, الهلال. المباراه الجايه للتعاون مع النصر في الرياض يلعب بعدها مع الاهلي في بريده بعدين يلعب الديربي مع الرائد بعدين يروح يلعب في جده مع الاتحاد يعني لو انا رئيس نادي التعاون اقول حسبنا الله ونعم الوكيل